ام تي في مازالت موجوده هنايا في المغرب في اطار الاستعدادات للانتخابات التشريعيه بالمغرب ديال 25 نوفمبر. عملنا مجموعه ديال اللقاءات مع رؤساء الاحزاب السياسيه، واليوم معنا السي عبد الله بوسوف اللي هو الامين العام ديال مجلس الجاليه المغربيه بالخارج، باش نتحدثوا او ايضا على دور الجاليه المغربيه في هذه الاستحقاقات المقبله ديال 25 نوفمبر. السي عبد الله بوسوف، السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. السي عبد الله بوسوف، وقع نقاش كيقول لك الجاليه حتى هي نورمالمون خصها تصوت في هذه الانتخابات التشريعيه، ولكن ما تعملت لهاش مكاتب ديال التصويت في بلدان الاقامه، عطاو لها غير التصويت بالوكاله. كاين شي ناس اللي شافوا بانه هذا يعني هذه الطريقه يعني ما ترقاش المستوى ديال المشاركه السياسيه الفاعله ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. انتم كامين عام ديال هذا المجلس المهم اللي دابا اصبح مجلس دستوري، كيفاش كتقيموا هذه التجربه ديال المشاركه السياسيه ديال الجاليه المغربيه بالخارج؟ أود نشير أن المغرب كان من الدول الأوائل اللي عطات حق التصويت بصفة مباشرة للمهاجرين عبر العالم في 84، يعني كانت خمس دوائر انتخابية وكان عندهم ممثلين في البرلمان. هذه التجربة يعني ما استمرتش، وما وقع لها واحد التقييم حقيقي باش نستفدوا منها نشوفوا الإيجابيات والسلبيات. الآن الحديث اللي كيدور حول هذا التصويت بالوكالة والإخوة والأخوات اللي كيقولوا هذا الشيء راه ماشي مزيان، أنا أعتقد نوع من التعبير من طرفهم على الحرص ديالهم للمساهمة في هذه الانتخابات، لان عندهم رغبه وكيعبروا بها بهذه الطريقه وعندهم اتصال وثيق بالوطن ديالهم، وإذن انا كنتفهمهم وطبيعي جدا باش يوقع هذا التعبير بهذا الشكل. ولكن اللي بغينا نقول لهم ايضا من جهه الدوله المغربيه عندها حرص باش هاد المغاربه يساهموا في هذه الانتخابات، ولهذا في غياب يعني الوقت الكافي للتحضيرات الاساسيه باش تكون امور تقنيه واللوجستيكيه يعني واجده باش تضمن شفافيه الانتخابات ويعني باش تكون مزيانه، قالت نسهل لهم المهمه والماموريه باش يساهموا في هذه الانتخابات عبر التصويت بالوكاله اللي ما كيستدعيش لا التنقل ولا الحضور للمغرب، مع ان حق التصويت في المغرب مكفول ومضمون للشخص اللي غادي يكون هنا متواجد يوم التصويت، ولكن اللي ما متواجدش الحكومه والدوله بصفه عامه قالت غادي نسهلوا له الماموريه، لان حتى هي عندها رغبه باش هاد الناس يساهموا في هذه العمليه الانتخابيه، لان اعتقد المواطن المغربي مواطن كامل مواطنه، والمساهمه ديال المغاربه الخارج يعني في تقويه العمل الديمقراطي وينجاح المشروع والمسلسل الديمقراطي في البلاد شيء اساسي وضروري، واعتقد هما غادي يكونوا الرافعه في يعني في هذا المسلسل الديمقراطي. لا غير كيقولوا زعما مثلا بعض الدول فرنسا تونس الى اخره ايطاليا كتسمح للرعايه ديالها في الدول الاقامه انها تصوت، ولكن دايرين هما فاتحه لهم مكاتب ديال الاقتراع، علاش المغرب ما فتحش مكاتب ديال الاقتراع؟ أعتقد أن كل قضية كيكون فيها التدرج. فرنسا ما عطات هذا حق التصويت إلا في الانتخابات التشريعية المقبلة، علما بأن مجلس الفرنسيين يعني في الخارج موجود منذ منتصف الخمسينات، وعاد لأول مرة غادي يكون عندهم ممثلين في البرلمان في الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا راه خذات وقت باش تعطي. بالنسبة لتونس راه تونس يعني في مرحلة ما قبل استفتاء الدستور المغربي، يعني داروا سكون ابيل لا كونستيتيونت، إذا ما كانش فيه لا لوائح انتخابية لا مر يعني، إذا لا كونستيتيونت ما كتستدعيش نفس التنظيم، لأن الآن حنا مثلا كان خصنا تحيين لوائح الانتخابية تحت إشراف قضائي. يعني تحيين يعني تجديد. تجديد وكذا، وتمت في المغرب تحت إشراف قضائي اتفاق الاحزاب. مثلا انا احنا عندنا مراقبين دوليين، كيفاش غادي نعينوا هاد المراقبين الدوليين في بلدان الاقامه؟ اذا هذا كيستدعي مناقشات مع دول الاقامه، وكيستدعي من المغرب ان تكون يحضر يعني من ناحيه التقنيه واللوجستيكيه، يعني علما بان هذه الانتخابات جات قبل اوانها والدستور لم يقر الا في 1 يوليوز، وهذا التاريخ ديال الانتخابات حدد منذ شهرين فقط، اذا باش تكون التحضيرات اللازمه كان صعب. فانا كنقول حرص المغرب باش يساهموا قال ارانا نديروا التصويت بالوكاله. يعني ما كانتش رغبه ديال الحكومه المغربيه انها تقصي الجاليه المغربيه. اعتقد اللي دار هذا القانون يعني عبر على واحد الرغبه كبيره باش يمكن هؤلاء الناس من المساهمه، باش لانهم مواطنين، وفي غياب كما قلت التصويت المباشر اللي خصو وسائل تقنيه متعدده، قال على الاقل نضمنوا هذا التصويت هذا الحق عن طريق التصويت بالوكاله من باب التيسير والتسهيل. ومينيموم زعما بور لو برانسيب. بور لو برانسيب ثانيا يعني التصويت بالوكاله معمول به دوليا، يعني في كل القوانين الانتخابيه في الدول ذكرت الان فرنسا اسبانيا ودول اخرى حق التصويت بالوكاله موجود، اذا احد يعني الطرق التي يدلى بها في الانتخابات في اكثر من 100 دوله، اذا المغرب لجا لهذا الاجراء علما كما قلت ان اللي موجود هنا في يوم الاقتراع يقدر يصوت هنا. فانا كنقول فرصه ماشي كلشي غادي يكون موجود في المغرب، ولهذا الوكاله كتحل هذا الاشكال الكبير.
انا نعتقد الوكاله ممكن تحل اشكال يكون النسبه ديال حتى من الناس اللي صوتهم بصفه مباشره، لان يكفيك توكل واحد الاخ ولا الصديق ولا الجار ولا الانسان كتعرفه هنا في البلاد باش يدلي بالصوت ديالو عليك، راه اعتقد مهمه ايضا. المعلومات اللي حصلت عليها قناه تي في انه يعني عدد المسجلين في اللوائح الانتخابيه بالخارج قليل ضعيف بزاف، في نظركم هذا شيء عادي جدا؟ لان احنا كنعرفوا ان المغاربه ساهموا في جميع الاستفتاءات اللي وقعت، وكما قلت ان المغرب كان من بين الدول الاوائل اللي اعطت حق التصويت المباشر للمغاربه، فكان ديما النسبه قليله، لان المغاربه اللي كيعيشوا في الخارج بطبيعه الحال اصبحوا مواطنين كامل المواطنين في تلك البلدان، فعندهم اشتغالات يوميه، تحديات كبيره. الان شفنا اكثر من 40% من البطاله في فرنسا، في اسبانيا الان الحزب الشعبي في اسبانيا طلع، ويعني الهجره اللي هي غادي تكون يعني المشجب الذي ستعلق عليه جميع مشاكل اسبانيا، الانتخابات الرئاسيه في فرنسا اللي غادي تاتي، يعني الهجره كنسمعوا الان وزير الخارجيه الفرنسي والتصريحات ديالو فيما يتعلق بالجنسيه بالهجره يعني قضيه المبادئ ديال فرنسا وكذا. اذن المهاجرين، وكنعرفوا الان مثلا قضيه الرسوب المدرسي لاولادهم، السجون، يعني الاجرام بصفه عامه، الاحياء، السكن، مشكل السكن، يعني عندهم مشكل عويصه كيواجهوها في شكل يومي. بطبيعه الحال الاهتمام ديالهم بلادهم يعني كيهتموا بها، ولكن بطبيعه الحال المشاركه في الانتخابات ربما كتجي من باب تعبير الرمزي عن هذه المواطنه. اذا انا ما نواخذهمش ولا ما نسجلوش بكثره، بالعكس كنلقى لهم العذر وكنطلب ايضا من، ولكن هذا لا يعني اننا نحرموهم باش يصوتوا، هذا حقهم. شوف هذا حق، نعطيهم الحق بغى يصوتوا يصوتوا، هذا حق دستوري، هذا حق دستوري كفل الدستور. واعتقد الدستور كيقول المساهمه في الترشيح وتصويتا في الانتخابات انطلاقا من اماكن اقامتهم، وتنزيل لهذه انطلاقا من اماكن اقامتهم يعني الدوله دارت هذا التصويت بالوكاله انطلاقا من اماكن، هذا تنزيل اعتقد حتى من باب الاسراع في تنزيل بعض المضامين الدستور باش ما تبقاش حبر على ورق. اذا انا كنقول كاين حسن النيه من طرف الدوله المغربيه اللي بغات تساهم ولو بشكل الوكاله، كاين ايضا حسن النيه من المهاجرين اللي كيقولوا باللي احنا خصنا اكثر، كنقول ان حتى هذوك يعبروا على الرغبه ديالهم اللي خصهم يساهموا في هذا انجاح المسلسل الديمقراطي. واش مازالش الجاليه المغربيه بالخارج يعني قام بالدور ديالو في تحسيس الحكومه والاحزاب السياسيه باش هذه الجاليه حتى هي تصوت ويكون عندها حق الترشيح انطلاقا من بلدان الاقامه؟ بطبيعه الحال اوروبا، في الدول العربيه، في امريكا مثلا. بطبيعه الحال المجلس الجاليه المغربي باعتباره مؤسسه استشاريه يعني قام بالدور ديالو، لان عنده مجموعه العمل اللي كتشتغل على السياسه والمواطنه، المواطنه والمشاركه السياسيه اللي اشتغلت مده 3 سنوات. وعملنا، نذكر بان عملنا مباشرة بعد التصويت على الدستور يوم 2 يوليو عملنا لقاء في الدار البيضاء، دام يومين وحضروا فيه جميع ممثلي الأحزاب وكثير من المنتخبين حتى من الجالية المغربية في الخارج، اللي تكلمنا على هذا الإشكال وناقشناه في العمق ديالو، وجبنا هذا الممثلين الأحزاب من أجل تحسيسهم. وكان من الناس اللي خذا الالتزام يعني أمام الحضور اللي كيقول الحزب ديالنا غادي يقدم مرشحين، وكان الناس اللي تربي اجتماع مع المجلس باش يعرف الآليات وباش يدافع عليها. إذا المجلس قام بالشيء اللي كان خصو يقوم به. بطبيعه الحال هذه القضيه عرفت نقاش يعني كبير داخل المجلس بين مؤيد ومعارض، ولكن يعني من انطلاقا من الوضعيه العامه اللي كتعيشها الهجره. الان الدستور فصل فيها وحسن فيها، هو حق دستوري مكفول دستوريا، والخطابات ديال جلاله الملك ايضا كتضمن هذا الحق، الخطابات اللي جاهم بعد التصويت على الدستور كتضمن هذا الحق. اذا الان التفعيل ديالو غادي يكون بصفه تدريجيه، اولها التصويت بالوكاله، واعتقد حتى معك في الاستجوابات ولا في برامج الاحزاب السياسيه كلهم كيأكدوا على ضروره اعطاء حق تمثيليه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. اذا الان الحكومه المقبله غادي يكون على عاتقها ايجاد كما قلنا الظروف الملائمه المناسبه من اجل تكون هذا التمثيليه اكثر نجاعه وتستجيب للانتظارات ومطالب الجاليه. اذا انتم يعني باش نلخص يعني كتقولوا بانه يعني لانه كانت انتخابات مغربيه مسبقه لاوانها، دي زيليكسيون اونتيسيبي، يعني الحكومه ما كانش عندها الوقت الكافي باش تهيئ ظروف يعني الانتخاب والترشيح انطلاقا من بلدان الاقامه، وهذا الشيء اللي جعل ان الوكاله هي اللي اختارت كطريقه مرحليه باش نوجدوا يمكن المستقبل ان الجاليه تتبع. بطبيعه الحال انا كنقول لان الاسراع، لان حتى الحكومه باش دارت هذه الانتخابات السابقه لاوانها من اجل اسراع في تنزيل مضامين الدستور، ومن اجل تغيير النخب السياسيه، ومن اجل يعني هذه المضامين اللي يحملها الدستور ومضامين كبيره. وبالنسبه نذكر بالنسبه للجاليه المغربيه ما كانش غير حق المشاركه السياسيه، حق التواجد في مختلف المجالس الوطنيه، المشكله ولات ستشكل بعد الانتخابات، وهذا ايضا شيء مهم غادي يضمن واحد التمثيليه وحضور الصوت ديال الجاليه المغربيه اللي
اللي غادي يكون يوجه السياسه العموميه عبر مجلس الشباب، مجلس اللغه والثقافات، مجلس ديال المراه والطفوله، مجلس ديال جوستمون سي عبد الله بوسوف. يعني ما كانش غير الانتخابات التشريعيه المقبله، الدستور هضر بانه يعني الجاليه المغربيه خصها تكون او ممثلين عن الجاليه المغربيه يكونوا حاضرين في مجموعه المؤسسات الوطنيه والمؤسسات الاستشاريه والى اخره. يعني واش كتشوفوا بانه يعني الجاليه حاليا ممتلئه بما في ما يكفي او لا بواحد النسبه اللي مهمه، او لا مازال باقي الخدمه هنايا في المغرب من اجل تحسيس لا سواء الاحزاب السياسيه ولا الحكومه المقبله باش تاخذ في عين الاعتبار يعني تمثيل الجاليه في هذه المؤسسات الاشتراكيه كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. مازال التمثيل ديال الجاليه ربما المرقال المستوى اللي بغينا احنا. حتى في اطار مجلس الجاليه المغربيه اللي الخطاب ديال جلال الملك والتعيين ديالو كان بصفه مرحليه مؤقته تقريبا على اساس نوجدوا واحد المجلس اكثر تمثيليه اللي خص الان نخدموا على الصيغه ديالو من بعد الانتخابات اللي ربما يكون فيه جزء منتخب بيكون فيه جزء معين من الخبره. حتى المجلس الجاليه نفسه خصو تغير الهيكله ديالو بعد الانتخابات باش يكون يعني ما راضيينش على الطريقه الحاليه ديال الاشتغال ديال المجلس. لا ماشي ما راضيينش على الطريقه ديال الاشتغال، وانما حنا نصبوا الى ما هو احسن. اذا دائما كنبغي الشيء الاحسن. اما المجلس اعتقد قام بواحد الدور مهم جدا في 4 سنوات في التحسيس ماشي فقط الاحزاب السياسيه وانما المجتمع المغربي بقضيه الهجره، لان قضيه الهجره كانت نهتم بها بصفه موسميه، الان اصبحت في قلب السياسه العموميه وصبحت كل مكونات ديال الحكومه ولا المجتمع المدني ولا حتى المثقف والمغاربه كيهتموا بهذا القطاع ديال الهجره والحضور ديالو في كل الاماكن، يعني منطلقا من السياسه، من الفن، من الادب، من السينما، من المسرح، من التنميه، من الى اخره. اذا كل القطاعات الان كتهتم بالهجره، وتعتقد هذا شيء مهم جدا. سي عبد الله بوسوف، المجلس ديالكم ديال المجلس الاستشاري للجاليه المغربي والخارج اصبح الان مؤسسه دستوريه، شنو هو الفرق بصفه فعليا؟ يعني كنا احنا مجلس استشاري الى جانب جلالتنا كنا نصر على تقييم السياسات العموميه وتقديم اراء استشاري من اجل تحسين هذه السياسه العموميه تكون اكثر استجابه لمطالب الجاليه. الان مؤسسه دستوريه بمعنى اصبح المحاور الرئيسي الاساسي المباشر للحكومه القادمه فيما يتعلق بشؤون الهجره. وزير مثلا وزير الهجره واش ولا وزاره المكلفه بشؤون الهجره او بالجاليه المغربيه الخارج واش باقي لها شي دور؟ انتم رجعتوا هذه المؤسسه الدستوريه؟ بمعنى الان لازم يكون كيف في اطار المؤسسات اللي كتشتغل على الهجره بشكل جماعي وبشكل شمولي، وخصنا نلقاو الحلول. بطبيعه الحال كان نوع من الفوضى في يعني في الفضاء المؤسسات اللي كيشتغل على الهجره، هذا لابد ما يقع التنظيم ديالو بعد الانتخابات، واعتقد شيء اساسي وفيه نوع من التوافق بين الجميع، لان حتى بالنسبه للمغاربه اللي يعيشوا عبر العالم خص يشوفوا المحاور واحد ما يشوفوش عده محاورين، لان ملي كتكون عده محاورين كتضيع المصالح. ثانيا من ناحيه البلد خصهم ايضا تكون اليه واحده اللي كنعتمدوا تبدو عليها فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العموميه يعني في ميدان الهجره. اذا لا شك ان النقاش سيقع، والمجلس يعني كيشتغل وكيفكر كيفاش غادي يقدم مقترح حول يعني فضاء المؤسسات اللي كيشتغل على الجاليه. في اطار هذه الانتخابات التشريعيه ديال 25 نوفمبر المقبله شاهدنا واحد محاوله او انشاء بعض الاحزاب ديال الجاليه المغربيه بالخارج، شنو هو التقييم ديالكم لهذه التجربه؟ انا ما عرفتش واش كاين ديجا احزاب اللي تنشات ولا لا، يعني نقلنا في الصحافه كاين احزاب تنشات تكلف الجاليه ولا مشاريع تاسيس. كانت محاولات ربما اعلنت تم تغيير الاسم ديالها، انا لا احبذ ولا يعني من ناحيه المبدا ان يكون يعني الحزب باسم المهاجرين، نعتقد ان المهاجرين المغاربه المهاجر لازم يهتم بالقضايا اللي كيعيشها الوطن ككل، وايضا الناس اللي كيعيشوا في المغرب واخا ما كانوش في الهجره من واجبهم يهتموا بالهجره. ولهذا انا كنتمنى ان البرلمان المقبل ربما غادي يكونوا فيه الناس من الهجره لان دخلوا في لوائح ديال الاحزاب متعدده، ولكن نتمنى لجميع النواب اللي سينتخبون يكونوا ممثلين للامه يهتموا بقضيه الهجره، لانها قضيه وطنيه ماشي قضيه ديال مجموعه من الناس اللي غادي يدافعوا عليها، لان ماشي قضيه فئويه، انا كنعتبرها قضيه ديال البلاد ديالنا كلها. فخصنا جميع النواب ديالنا والحكومه ديالنا بالوزراء ديالها كلهم وبجميع الفاعلين والمجتمع المدني تكون الجاليه من بين الاهتمامات ديالهم، لان دابا اللي كيهضر الجاليه كيقول لك هذه الحكومه كتشوف فين غير الفلوس والديفيز والعمله الصعبه، ومازال الحقوق ديالنا السياسيه مازال ما كتمارس بواحد الطريقه. ولهذا احنا الان اعتقد هذه القضيه بدنا في التجاوز ديالها، لان الجاليه المغربيه في الخارج ماشي كعمله صعبه كنشوفوا ليها، انا كنشوفوا فيها كقيمة مضافة في بلدنا في مجموعة يعني من القطاعات. وانت خير مثال على ذلك من الجالية المغربية كتشتغل في
في ميدان الإعلام، إذا بغينا أن يكونوا قيمة مضافة اللي خاصة كيعيشوا في مجتمعات ديمقراطية، مجتمعات متعددة الثقافات، مجتمعات متعددة الأديان، وأعتقد البلاد ديالنا في حاجة لهذه القيمة المضافة للمهاجرين بطبيعة الحال، في حاجة اللي هم من ناحية المساهمة في تنمية بلادهم، ومساهمة يعني الدستور ينص يعني في أحد بنوده على تسهيل يعني المساهمة في التنمية البشرية للمغرب من طرف الجالية. إذن أعتقد أن هناك نظرة شمولية إيجابية، واللي كنتمنى الحكومة القادمة تأخذ هذا الملف ديال الهجرة بشكل يعني قوي، لأن عنده الأهمية ديالو وكيتعلق بمصير ديال أكثر من 5 ملايين ديال الناس كيعيشوا خارج المغرب وكيعتبروا أنفسهم. أنا كنشوف هذا الحراك اللي وقع على هذه الانتخابات، لأن المغربي كيحسوا بأنهم مغاربة وكيخافوا أن ربما يوقع لهم إقصاء ولا شي حاجة، فكيعبروا بهذه القوة على هذا الانتماء لهذا البلد. كتشوف يعني بأنما هذه رياكسيون بوزيتيف، يعني رد فعل إيجابي، مؤشر إيجابي على الانتماء إلى هذا الوطن. غادي تصوتوا يوم 25 إن شاء الله بتبعة الحالة تصوتون على تصوتوا؟ لا بتبعة الحالة سرية التصويت. سي عبد الله بوصف كنشكروك وكنشكروا المستمعين المتفرجين إذاعة ايم تي في، ونضربوا لكم موعد آخر مع شخصية مغربية أخرى باش نناقشوا معها هذه الانتخابات التشريعية المقبلة والآفاق ديالها المستقبلية. انتخابات مصيرية بالنسبة للمغرب. آخر كلمة ديالك السي عبد الله بوصف. يعني نتمنى واحد المشاركة واسعة للمغاربة في هذه الانتخابات، ويكون جواب، ونتمنى أن المغرب بهذه الانتخابات غادي يتخطى يعني هذه المرحلة اللي كيشهدها العالم العربي باسم الربيع العربي، واللي ربما كنشوفوا المآسي كتوقع في بعض الدول، بان البلد ديالنا يكون نموذج في الاستقرار، والجواب ديالو يكون ايضا نموذج يقدر ياخذوا به ناس اخرين، نموذج حضاري يعني مبني على الحوار وعلى التشاركيه والالتزام. كانت هذه اخر كلمه ديال السي عبد الله بوصف، امين عام المجلس الاستشاري للمغاربه المقيمين بالخارج، يصبح الان مؤسسه دستوريه. اقول لكم الى اللقاء.